دجلة وطلائع الجيش، تحديدا مع المدير الفني لصاحب الأرض التكيس جونياس اللي رفض خوض أي مباراة ودية قبل لقاء اليوم، وفضل تكيس التركيز على أخطاء اللاعبين وتحفيزهم الجمل التكتيكية في التدريبات فقط، خاصة بعد الجهد الكبير اللي بذله الفريق في آخر مباراتين أمام النجوم وإنبي. إدارة دجلة بعد تحسن النتائج بدأت في المفاوضات فعليا مع جونياس للتجديد لمدة 3 سنوات، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن المدرب اليوناني طلب تأجيل الملف الحين ضمان بقاء دجلة في الدوري الممتاز. على الجانب الآخر، أكد أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أنه تم عقد جلسة مع المدرب البلجيكي لوك إيميل خلال الأيام الماضية لنقل حالة القلق داخل الفريق من تراجع النتائج وضرورة العمل من أجل تحسين وضع الفريق في ظل خطورة الموقف. رغم وجود طلائع الجيش في المركز ال11، لكن فارق النقاط غير مطمئن، وتعهد لوك بتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة وادي دجلة واللي بيعتبرها بمثابة مباراة الأمان للفريق في حالة الفوز. وأشار إلى أنه عمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية من خلال المباراة الودية الأخيرة اللي خاضها الفريق أمام حرس الحدود يوم الأربعاء اللي فات.